السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير طلبوا مني أصور البيت من الداخل بالأرياف، كيف البيت بالأرياف أو البيوت بالأرياف بكون. هذا بير المية، هذا بنعبي منه مية حلوة، وهذا البيت من الداخل، هذا بننشر لما يكون في الشتاء وفي مطر، ننشر في الداخل بننشر، وهذا البيت من جوا، وهذا غرفة نوم للأولاد. يعني الحياة كثير بسيطة، أصورك كل الأماكن اللي في البيت، الصالون وغرفة النوم وغرفة الكبار والصغار، كل شي حصوركم مثل ما طلبتوه مني. وأتمنى إنه الناس في على الأقل على الأقل بالطعام إنه ترجع للطبيعة أو لطعام أجدادنا. ما بقول أنا إنه الناس تعيش بدون كهرب أو بدون تكنولوجيا، ولكن على الأقل في الطعام إنه إحنا نرجع للطعام، لطعام أجدادنا على الأقل، يعني الطعام الطبيعي. لأنه أنا الناس كثير الناس منزعجة من الموضوع، بيطلع واحد متخصص كل كذا ما تاكلش كذا، هذا بيطلع بيقول لك كل كربوهيدرات، هذا بيقول ما تاكل كربوهيدرات، هذا بيقول كل لوز، هذا بيقول ما تاكل لوز، هذا بيقول كل دهون ما تاكلش دهون. فالناس صارت ناس في حالة تخبط من كثر المعلومات. فأنا بنصح نصيحة لوجه الله، يعني ارجعوا على الأقل في الطعام إلى طعام أجدادكم قبل 100 سنة. إيش كانوا يأكلوا أجدادكم قبل 100 سنة 200 سنة؟ ارجع لنفس الطعام الطبيعي، الطعام اللي مش ملعوب فيه. اليوم أغلب الطعام ملعوب فيه، وطعام هو غير صحي وغير طبيعي. أنا بنصح الناس على الأقل ترجع للطعام الطبيعي، طعام أجدادنا. ما بدي أحكي أكثر من هيك الموضوع، ما بدي أقول شو تاكلوا وشو ما تاكلوا، كله طعام طبيعي مش ملعوب فيه. حتى الحليب، تاخذوا حليب خذوا حليب كامل الدسم، ما تاخذوا حليب ملعوب فيه منزوع الدسم. واتمنى انه هيك فيديوهات تعجبكم، واذا بدكم اكثر تفاصيل عن القرية اللي احنا فيها اكتبوا لي تحت بالتعليقات، واذا بتعجبكم هيك العيشة البسيطة اكتبوا لي بالتعليقات. واي واحد بيجي زيارة عندي على الريف هو وعيلته، يقعد عندي 7 ايام 10 ايام معزوم على حسابي، اهلا وسهلا فيه. اي واحد بيجي هو وعيلته وغير جو، اهلا وسهلا فيه. عندنا كذا اكثر من غرفة مثل ما انتم شايفين، اذا انتم بتقدروا تعيشوا مثل العيشة، عيشة الأرياف، في أمان الله.